السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كيدايرين الخوت؟ لاباس عليكم بخير، نتمنىكم تكونوا في احسن الاحوال. الخوت كما كتلاحظوا هو الوالد يلاه جاي من الجمعة، باقي الحمام ما وكلناه، باقي الحمام ما شربش، هو يلاه جاي من الجمعة نتغداو و ديك الساعة نطلعوا عند الحميمات. تحياتي لكم الخوت، انتما كما كتلاحظوا يلاه جاي. نصورك. تحياتي لكم. السلام عليكم، لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد ان شاء الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، جمعة مباركة الخوت، بخير عليكم، كل شيء مزيان الاحوال، الله يحفظكم ويحفظني حتى انا معكم باذن الله. الخوت كيف لاحظنا اليوم الجمعة بإذن الله، وغدا السبت إن شاء الله على ما يقال والله أعلم. غدا عندنا واحد التدريب، حنا غنبقاو غاديين مع التدريب، لأن كيف كتعرفوا الأجواء الخوت في مدينة طنطان وفي الصحراء راه الأجواء فري كارثية، والحمام راه دخل البدالة، يعني راه وقت السباقات دابا راه كنغامرو صافي، راه كنغامرو الخوت بالحمام، كاع اللي غادي يصيفط الحمام راه كيغامر. أجي بنيتي قربيه. بالنسبة للخوت هذا ديال الجهاز التنفسي راه درتو لهم البارح وغنديرو لهم اليوم، ها هي معلقة ما كاملة هنا شربة فيها يترول العروب. هذا هو البرود واجي تشوفوه، الاسم ديالو راه شحال من واحد غيسولني عليه، باش تعرفوه، ديال الجهاز التنفسي، ديال الجهاز التنفسي وديال التريكومونوز الكركر، هادشي اللي كاين. حنا غنعطيو الحمام، راه عطيناهم طلع الحمام، عطيناهم الخوت غير الشعير، هادشي في الصباح كيف قلنا عطيناهم غير الشعير، وان شاء الله راه ما نطلقوهمش البارح اليوم، راه ما خرجوش كاع اليوم. جيت الخوت من الخدمه، راسي دارني البارح بالليل، ما فهمتش واش ضربني البرد ولا شي حاجه، راسي بغيت طردق مزير من دارني، دارني بزاف. جيت في الصباح نعست، فيقاتني المراه، مشيت للجمعه، دابا راه باغي نهبط نعس، دابا راه محتاج النعاس والله العظيم، راه محتاج النعاس. غادي نعطي الحمام يشربوا، غادي نخرج داكشي شويه ديال الذكور، غادي ياكلوا تما داك الشعير ويشربوا. غدا ان شاء الله غادي ننزل الحميمات باذن الله للتدريب، غدا في العشيه، غدا السبت، غدا السبت ان شاء الله غادي ننزل الحميمات للتدريب الا بغى الله عز وجل. والله يرحم لكم الوالدين ونتمنوا الخير الخوت. حنا كيف قلنا حنا غير مولعين، ها هو الماء، هي الماء تخلط الخوت، ها هو البرودوي راه تخلط. نقدموا اليوم غير الحمام عطشان، الحمد لله بعد ما ضاعوش لنا الخوت الوليدات، يعني الولاد داكشي اللي عندنا الحمد لله اللي فرخناه هو اللي باقي، راه السطح مكرفس. وغادي نحاول غدا الخوت، ماشي غادي نحاول، غدا ان شاء الله غادي نيطوايي، كيف قلنا غدا غادي نيطوايي. اليوم يقدروا ينيطوايو ليا المدام الله يرحم ليها الوالدين او البنيات، غادي نيطوايو ليا الكولوار، نخليهم ينيطوايو الكولوار، وهاد السطيح هذا يتنيطوايا، وان شاء الله كيف قلنا وان شاء الله غادي نيطوايا انا لداخل الشجاني غدا ان شاء الله الصباح، كيف نجي من الخدمه غادي نيطوايا. وغدا ان شاء الله غادي نعزل معكم الخوت، وبزاف ديال ماشي بزاف، حنا ما كذبوش على الله، لحد الساعه 3 الخوت ديال الموالع اللي هضر ليا على بوعنينيق، راه جاهم بوعنينيق الله يستر. كاين اللي ما عارفوش، كاين اللي كيتصل بيا في الواتساب كيصيفط لي اوديو كيقول لي اخويا جمال عندي الحمام ولا كيلوي عنقه، ما عارفش كاع شنو كيلوي عنقه، ما عارف والو. كنشرح ليه الامور كي دايره، راه الخوت راه الفاكسان اوبليغاتوار، الفاكسان كنهضروا غير على الجلبه، لاني دوزتها كيقول لك سال المجرب لا سال الطبيب، راه ديك الهيتشنير ولا هذيك اللي كدار في الماء راه ما خداماش. انا كنهضر على راسي، كاين اللي خدمات لي انا ما خدماتش ليا، حيت انا عطيتها في الماء في سيدي حرازم ولا مع سيدي علي، ما بقيتش عاقل بعدا، كنت قسمتها انا بلا ما نقول مع من قسمتها، درناها ودازت تقريبا 18 يوم بالضبط ومرض ليا الحمام بوعنينيق. من تماك وليت فاش ما كندير الفاكسان ديال البرا ديال البيكورا كندير الفاكسان، الحمام الخوت راه ما كيوقع ليه والحمد لله ما كيمرضش. هذا ما كان، حنا غادي نخرجوا الخوت الذكور، ندخلوا الماء للإناث، ندخلوا لهم الماء للشجنه اللفط لداخل، ونخرجوا الذكور ياكلوا شويه ديال الشعير، وغادي نعطيهم الدواء. وغدا ان شاء الله راه غادي نهزوا الحميمات الخوت باذن الله، غادي نهزوهم المطلق ديال، غادي نصيفط الخوت غير جوج نتيوات هما اللي غادي نلعب بهم ان شاء الله الا بغى الله. عندك الطوبيات، دوك جوج طوبيات هما اللي غادي نلعب بهم. وبالنسبه لدوك النتيوات الخوت اللي كانوا جاوني معطلين، نتيوات ديك الطوبيه محروقه ديال ثلاث الخصاص، وديك البكراعيه اللي جاتني ديال البكراع، كيف قلنا الخوت راه هي هما راه دخلتهم هنايا باش يبقاو حاسين بالشجنه بانهم راهما ماشي غراب. دخلي يا بنيتي دخلي،
باش يحسوا براسهم بانهم في الجنه ان شاء الله. دابا الذكور ياكلوا الخوت، مشيو نشربوا الحمام ديال البروديكسيون انا معكم، لان عطيتهم ياكلوا هادشي في الصباح وشربتهم في الصباح، دابا راه غادي نعطيهم. هما كيضربوا الشعير ان شاء الله، شوف الخوت راهم كيضربوا الشعير. يلا تحياتي لكم، شربوا الخوت الحمام البروديكسيون معكم، الله يرحم الوالدين. وقضيه واحد القضيه الخوت، واحد الجوجه سبحان الله العظيم، سبحان الله العظيم، دابا هذا العام هذا ما بغاتش تصدق لي جوج ولاد سبحان الله. يعني شفت المقادير، ماشي مقادير ديال الماكله ولا، يعني قدر الله ما شاء فعل، يعني شفت شنو قدر الله، ما فهمت انا ما فهمت والو. هاد جوج نقول يا ربي تخرج لي غير جوج بيضات صادقين، اما كتعطيني بيضه خاويه وبيضه عامره، اما ها نتوما هو ما توصل البيضه الخوت، ها هو كيبان ما توصل البيضه، ولدها هو خرج، ها هو وصل البيضه ميت، بيضه هو خرج، ولدها الخوت هو خرج. عتعطي عليه وليده وخرج، والله خرج دابا، خليه وليده هو عاد خرج، ولد كتعفط عليه غتقتلو غنخلي لي هاد البيضه هادي باش تكالي على الولد. عفطات عليه، كتعفط عليه الام، عفطة على ولدها، ماشي مشكل دبر راسهم. والله الا مرضاتني هاد جوجه قسما بالله الخوت، ما بغيتش تصدق لي جوج ولاد، ما فهمتش. يعني ضروري كاين شي لعبه، ضروري كاين شي لعبه، علاش ما بغاتش تصدق؟ اما بيضه خاويه وبيضه عامره، اما كيخرجوا عامرين بجوج، يخرجوا يكبروا جوج واحد يموت، ليسونسييل ولد واحد يصدقها. حنا غادي نديروا واحد التجربه الخوت، نديروا واحد التجربه، نخليوها تكبر هذا الولد هذا، غتكبروا ماشي مشكل، التبيضه اللي من موراها غادي نشوفوا شنو غادي يوقع فيها. وردوا البال عقلوا عليها، الذكر ها هو ديال اوزكان، الذكر ديال اوزكان هذا، والنتوه ديال المتروفين ها هو. هاد الذكر هذا نعقلوا عليه، هو باقي صغير، 2020 ها هو 2020 الخوت، ها تسد صاحبي انت، ها هو 2020 ها هو 2020، يعني ها هو باقا دريس، هذا ديال اوزكان، ديال يوسف اوزكان هو هذا. وحنا غادي نعقلوا على هاد الذكر هذا، كيف قلنا هاد الذكر هذا، شوف الغنجو عنده كيدير تبارك الله. هاد الذكر هذا غادي نشوفو شنو غادي يديرو التفريخة الجاية، ولا نحيد لمو ديك النتوى صافي، غنحيد ليه الخوت النتوى، نحيدها ليه، ندير ليه نتوى أخرى، صافي نحيد ليه ديك النتوى، ندير ليه نتوى أخرى، الله يجعل البركة. يلا عندنا شي ثلاثة د الولاد منا ولادي، صافي الله يجعل البركة. هذا ما كان، الحمد لله الخوت راه وكلنا شربنا الحميمات، كلشي كلا شرب، نولعوكم في شي زغلول، غنوريكم الخوت ولد هذا ولد الدكار ديال البطل عصام 36، تحيه لخويا عصام 36، مع الانثى، شكون هي الانثى؟ اخت الشخم، هذه التبيضه الاولى ديالها الخوت، انا نوريكم الام ديال هذا، التبيضه الاولى ديالها ما حيدتهاش ليها، كي كتبيض نتوا كتكون باقا صغيره، اول تبيضه ليها كيحيدوا لها البيض الاول، لا انا ما حيدتوش ليها الخوت، التبيضه الاولى ديالها راه خليتها ليها، ها هو ولدها، شوف تبارك الله كيخرج، هذا الذكيه خوه راه ولد في ليل، هيه هذا راه صافي غادي يتعزل. وخوت كيف قلنا فيه قميله، كاينه فيه ديك قميله، غنوريكم حتى ديك قميله، راه دابا كنطلبها ليا واحد الاخ قال لي وريها ليا، هذا هو الوليد تبارك الله، تبارك الله وليد في المستوى، نوريكم الام ديالو راه باقا صغيره الخوت، الام ديالو انا نوريكم الام ديالو، ها الام ديالو الخوت عندكم، لا تبزق عليا لانها كانت قارقه، ها باقي بالباك مانيتيك ديالها، ها الام ديالو، هادي راه خت الشخمه الخوت، يلاه بدات كتبدل، باقي ليها جوج ربعه خمسه، راه كنت انا لقيتها باقا ما مبدلاش الخوت، السيف كيبان كامل، كيف قلنا الراس كيبان، راسها ها ماشي مشكل، ها انا الخوت، باقي ليها خمسه ديال السيوف، هادي خت الشخم هي هادي، التبيضه الاولى ديالها اللهم بارك، راهي خرجت لنا جوج وليدات، اللهم بارك. كيف ما كان الحال الحمد لله، كيف قلنا غدا نقدروا الخوت، غدا ان شاء الله نعزلوا بعض الحمام،
بعد الزغاليل ان شاء الله غدا ان شاء الله نقدروا نعزلهم، الا ما عزلناهمش نخليهم حتى الوسط السيمانه الجايه ان شاء الله وسط الاسبوع، حيت كاينين شي وحدين باقيين صغار بلاتي، كاين بحال دابا هادو الخوت هما هادو باقيين صغار، هادو كيف قلنا بحال دابا هذا باقي صغير، ها نتوما هذا باقي ما يتعزلش، هذا الطويبي هذا باقي ما يتعزلش، وهادو قبل ما نعزلهم كنفاكسيهم، هذا كاين هو خوه، هادو باقي ما يتعزلوش الخوت، يعني باقيين صغار، هذا باقي خاصو واحد الاسبوع، هذا على الاقل واحد الاسبوع صافي كيولي مزيان ان شاء الله. زيد يا بنتي زيد، الشعير ضربوه الخوت، كلاو الشعير. كيف قلنا الخوت بالنسبه للقميله هي هذه، راه شحال واحد سولني عليها، هذه راه خطيره تبارك الله، هذه راه خطيره هذه القميله، هذه شحال فيها لاضات هذه؟ 2021 فين هي؟ فين هي؟ هاي 2021 هاي الخوت، هاي 2000، هذه راه اصلا خاويه الخوت، هذه راه اصلا خاويه، هذه الكرتونه ديالها اونتي بارازيت. شحال واحد كيقول لي بحال دابا واحد يلاه داك قويله الخوت كونيكتا معايا في الواتساب، قال لي صور لي قميله، هاي يا خويا هذه هي ديال القميله، هذه كديرها قطره هنا في العنق شفاك العالي، يعني بمعنى الكلمه الحمد لله، هذه راه زوينه، هذه غادي ناخذها الخوت هذه ان شاء الله، باش ما كان غادي ناخذها ونديرها لهم قبل ان شاء الله غادي الخوت نطلقوا الحميمات، على ما كيبان لي غادي نطلقوا الحميمات ان شاء الله نتولعوا فيهم، وغادي نعطيهم ياكلوا، لان غدا ان شاء الله عندنا واحد التدريب، وبالنسبه لدوك الحميمات السته ما قبل الاخرين غادي نطلقهم يطيروا ان شاء الله. كيف قلنا الخوت السته، يلا خليكم معايا نعزل دوك السته الاخرين وانا معكم الله يرحم الوالدين. كل وراء هذا اللي فوق اللي في سبوتنيك هذا راه ذكير هايج، حنا غادي نبينوا لكم بانه ذكر هايج، ها هو راه شديناه الخوت شد خيطي، هذا راه تشد خيطي، هذا تشد خيطي كيهيج، وانا نطلعوا لي شي حمامه الفوق، ها انتم الخوت، هذا راه تشد الخوت قيطي، ها هو كي ها هو زومي 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 زومي، هذا اللي كيهيج، انا الخوت ها هو شو زوميتي تيهيج مشاده مزيان، كيف لاحظتوا الخوت هذا تشد، هذا ها هو شدينا هذا ذكر، كيف لاحظتوا الخوت ها هو باق غير صفر، باق صفر، هذا تشد، هذا كيف قلنا الخوت هذا راه هو تشد، هذا تشد، شنو غنديروا ليه؟ كنحيدوا ليه الطرطاقه هذه، ديما فيما كيبان لنا شي واحد نحيدو ونديرو ليه ديال الدكورة موفية، دابا عازلين ثلاثة ديال الدكور بيكان صفر، كنديرو ليه وحدة موفية هي هادي، صافي دابا هذا غادي تطلق مع الدكورة إن شاء الله، مخصوش يبقى مع نتيوات، هذا يتطلق مع الدكورة، حنا غادي نطلقو دابا نتولعو الخوت بما نعزلو دوك ستة ديال الوليدات الأخرين لي يلا خرجوا شي جوج مرات ولا ثلاثه المرات، هذوك كيتعزلوا غادي نطلقوا الحميمات كامله الاخرين، علاش الخوت غادي نطلقوا حتى الشنابر، غادي نطلقوا معاهم حتى الشنابر، لان دابا الوقيته ديال العصر، هذا كيف قلنا الخوت الوقيته ديال العصر الحمام ما غاديش يطير قاعد، هذا شدينا واحد من دوك الزغاليل الصغار، ها نتوما ما فيش طرطاقه، ما فيش طرطاقه الخوت، هذا اللي كان خارج لينا فيها الخوت قميله والله العظيم، يا شو 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 كي عمرك، شوف شوفي هنا، شوفي واش تبان لك هنا، ها هي لداخل، شيا ها هي زوميا كتبان، لا والله تنوري لكم، نطلقوا الحميمات ونولعكم حتى فهاد الزغلول، بقيت تماك بسم الله الخوت، هذوك الوليدات راه كاينين معاهم ومعاهم حتى البكراعيه، يلا يلا سير سير طير 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 سلحفاتي، كيف قلنا معاهم حتى البكراعيه، هادو راه ما بغاوش يطيروا ما نجريوش عليهم، منهم هذا اللي كان تلف ليا الخوت، راه هو داك الشنابير اللي كان تلف ليا ورجع، هو داك الطوبي ما جريناش عليه، وكاين هذاك الطوبيه تاهي اللي كانت مشات وجات ما جريناش عليها، خليو الحميمات نولعوكم في هاد الوليده الخوت، انا شوف الشنابير كي داير تبارك الله، الزيونات سمع 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 سمع، اب وحدو كيصفر نمشي هو، اه
هو اللي صفر من الدجاج. هاجاكم ولاية، هاكم ولاية. شتا الخوت هي قم ولاية ديك الطويلة. هاي 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 قم ولاية هنا، هنا كل هكا هنا عامر قم ولاية. شوف شوف شوفي هنا، هاي كتخبى من الحرم، كتحس كتحس الخوت بالخطر بصح نيت. ها انتم هاي 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 شوف شوف هاي شتي دابا هاي هنا هي دغيا كتحول. هاي شتي شتي الخوت هاي كتبان. شو هاي 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 غادي غادي كتجري دغيا كتحول وكتخبى كتمشي كتعلق كتحس بالخطر كتعلق الخوت. الحمد لله هادو الخوت غادي نعطيهم شويه ديال الماكله باش يشربوا لنا الدواء، لان عطيهم داك الدواء ديال الجهاز التنفسي استعدادا للمطلق ديال الاول، لان راه درت لهم غير شي حاجه قليله الخوت، يعني ما كثرت لهم الدواء. غادي نعطيهم ان شاء الله شويه ديال الكازاير. يلا وتحياتي لكم، الله يرحم الوالدين كاملين. حتى هادو اللي كانوا فوق اللوفت دوك ثلاثه راهما شدي دوك جوج شديت جوج هادو هاد الجوج. ها ماما هاما شوفي تماك في التليفون يبانوا لك، شوفي في الكاميرا يبانوا لك. هاما شتيهم علاوه الخوت جوج راه تبارك الله. الاخر واجي 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 شوف 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 يهبط ويهبط. ها واجي الاخر كيف قلنا الخوت راه الحميمات دابا طاروا كاملين. ها الفريق جاي تبارك الله، الفريق غادي وكيتجمع الخوت. شتو لاحظتوا دابا قداش ولا عندنا الحمد لله. كيف قلنا الحميمات هما دوك الثلاثه الاخرين، هما الاخرين هما هادو اللي كانوا فوق اللوفت هما هادو. اما غادي يدخلوا ان شاء الله مع الحميمات الحمد لله. قلنا كيف قلنا راه يعني دوك السته السته ما قبل الاخرين الحمد لله راه طاروا ولله الحمد، راه طاروا ولله الحمد. خلي بنتي تدخلي دخلي هما يخرجوا هادو كاملين. بالنسبه للحميمات كيف قلنا الخوت دوك السته راه تهنينا منهم ولله الحمد، راه طاروا يعني راه طايرين الحميمات راه طاروا كاملين. بقاو لينا السته الاخرين هما هادو، هادو راه باقي يلاه كيخرجوا فوق اللوفت ويهبطوا، يخرجوا ويهبطوا يعني راه باقي ما طايرينش وباقي ما مشمشينش الخوت مزيان. يعني هادو راه ما بازيش اليوم على الخروج، الخروج هو انهم يجلسوا لي هنا في الدار، يكونوا وليدات دارهم، هذا هو الاساس. بالنسبه للزنقه راه ما كنخرجهمش برا بزاف، قليل فاش كنخرجهم ان شاء الله ولله الحمد. غدا ان شاء الله راه ضروري غادي نخرجهم يتمشوا شويه الحميمات الاخرين. اما كيدوروا باقي لنا جوج ولاد لداخل، باقي لنا جوج ولاد شتو ما خرجوش. اه باقي لنا جوج ولاد باقي خول منفوخه، سمعتو كي كيصفر. اه غدا الخوت راه غدا ضروري ان شاء الله غادي نيطوي باذن الله، غدا ضروري غادي نيطوي لان داكشي ماشي هو هذاك، الريحه ماشي هي هذيك. وغادي ندير واحد التبيخيره على ود الريحه، غير على ود الريحه الخوت راه مزيان. بنادم يبخر يبخر الشجينه ديالو، يبخر الحمام بالشيح ولا بزعتر بحال هكا بهذا الشيء هذا. نخليو دابا هاد الحميمات ياكلوا واجي نخرجوا لبرا نتولعوا. ابو عمير خلعوا من الخوت وحطوا بيا معزوله مسكينه معهم واحد الشنبور. اه مولات السيف بيض هادي راه خوت داك الشنيبر الدفلي اللي مرسي اصلا مرسي. حميمات هما كيف قلنا تجمعوا ولله الحمد، معاهم طوبيه وحده اللي باقا ما شاداش معاهم. ها هي مورانا هي سي هاي دخلت مع الحمام ديال هاد خينا، هذا ديال هاد خينا اللي حدانا. يا ربي ما تهبطش، يا ربي ما تهبطش. هاي 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 جاي شوف شوف هاي 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 غتهبط. هاي هاي دخلت معاهم، يا ربي تدخل معاهم، يا ربي تدخل معاهم. هادي شوف 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 فين باغا تهبط مسكينه. هيا جاي هيا جاي هيا جاي هيا تهبط هيا تهبط 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 صافي وهبط نشوف صافي هبط. هاهما بداو يهبطوا الحميمات الخوت. هذاك الشنيبر اللي كان ضاع علينا راه هبط، شو هو اللي هبط دابا. هاهو هبط فوق السبوتنيك، راه هبط فوق السبوتنيك، راه هبط فوق السبوتنيك ولله الحمد. هاهما الحميمات بداو يدخلوا. بكره هي راه هبطت حتى هي، كتبين بانها مهلوكه الحمد لله. الامور غاده مزيانه لحد الساعه، والله يجيب الخير. هذا ما كان الله يعطينا ويعطيكم الخير. كيف قلنا غدا ان شاء الله غادي نخرجوا الوليدات دوك السته اللي باقي ما مرسينش. دابا هادو دابا هادو ارتاحينا منهم هاد الوليدات ان شاء الله. السته اللي ما قبل الاخرين راهما رصاو دابا، راه صافي نقولوا كيطيروا. وبقى لنا السته الاخرين
خاصنا نرسيهم عاد نخرجوا البقيه ان شاء الله باذن الله. وشويه بشويه الخوت كيف قلنا غتتعمر اللوفت، غادي يعمر باذن الله شويه بشويه، كيف كيقول لك نقطه بنقطه كيحمل الواد. ياك بنيتي هذاك التكاك ديال ولد اختي باسل، هذا البيض هذا هذا الله يتباسل باسل باسل شوف شوف هذا التكاك باسل ديال ولد اختي، تخلي الولد عليك. البكرة هي الخوت، البكرة هي اللي جاتنا من هذه البكرة الكارثية اللي خرجوا علينا فيها، هي هذه البكرة هي الحمد لله باقا بالباك مانيتيك ديالها حاله فمها مسكينه. راه بعد ما عطينا هذاك التريتمون راه عزلنا طلقناها مع الحمام هنايا، علاش باش ما تضعفش الخوت باش ما تستريساش، لان اصلا الحمامه مولفه ليا هنا خاصها تبقى هنا ان شاء الله. الحمد لله ان جات هذه بعدا من بكره، راه كاين اللي ما جاتو حتى حمامه الخوت، كاين اللي ما جاتو حتى حمامه من هاد بكره الكارثيه، لان دوك الناس الله يهديهم الناس دون المستوى الفيدراليه، قال لك الفيدراليه الوطنيه دون المستوى، نهضروا في الواقع لانهم خرجوا على عباد الله، خرجوا على ابطال وابطال. الحمام ضاع فيها ازيد من 1600 حمامه اللي ضاعت في المطلق ديال بكره، ازيد من 1600 حمامه، والله المستعان والله يسمح لهم هذا ما كان، الله يسمح لهم. ما عرفتش واش الله يبغي يسمح لهم ولا لا، الله يسمح لهم. كنتمنى من الله عز وجل اللي يسمح لهم، لان مصير ديالهم راه مصير صعيب الخوت، انهم تكرفصوا على خلق على خلق الله، راه حشومه والله الا حشومه. الله يهديكم الناس ديال الفيدراليه، الله يهديكم. هانز واحد الزغلول الخوت مع الديال من شوكي، واحد الزغلول شوكي مع الديال من، راه مشى لهاد الجي مشى لهاد الجي. ها واحد الطير جاي واش بو عميره اولا الطير، اه طير الخوت هذا طير، ها هو طير. الحمام هو غادي يقعد، الحمام دابا غادي يشوفو غادي يقعد. يلا تحياتي لكم، الله يرحم الوالدين. الحميمات الخوت هما بداو كيهبطوا على ما بالي بداو كيهبطوا. يلا الخوت نخليكم في رعاية الله بإذن الله، وغدا السبت ضروري الخوت غدا ضروري ما نطلع عليكم بإذن الله. غدا راه يقدر يكون عندنا داك التدريب ديال 120 كيلومتر لواحد السوال مع الجمعية ديال اليمامة، وتحية الخويا بو شعيب من جمعية اليمامة هو اللي كيقوم اللي كيسهر على على هاد التدريب من البداية. رديت ليه البال الله يرحم ليه الوالدين، يعني واحد الإنسان يعني كيخدم بالعربية كيخدم، هذا ما كان بالعربية كيخدم الحمد لله كيف ما كان الحال. والله يرحم لكم الوالدين. يلا تحيه لخويا عمر، الحميمات هما غادي يهبطوا الخوت ان شاء الله، دابا الحميمات غادي يهبطوا باذن الله. الحميمات هما بداو كيهبطوا الخوت الحمد لله كيف كتلاحظوا. يلا المنفوخه المنفوخه هي المنفوخه هبطات، الديل ديالها كله مشنتف كيف قلنا. شوف ديك انتي والفوق راه هي الخوت، هذيك هي اللي جاتني من ثلاث الخصاص مأخره من ثلاث الخصاص، شو اللي كتهيش قلت لكم ما غطيعش ان شاء الله وما ضاعتش. شوف سبحان الله العظيم كتهيش، اللي شافها يدوخ فيها يقول ذكر، هي راه غنتوا. يلا تحيه لخويا عمر، خويا عمر وخونا سمير، وخونا سمير وخونا جهاد وخونا عبد اللطيف الصفر وخونا ايوب، وما نساوش خونا بطان عبد السلام، خونا ابو شعيب من ايطاليا الله يحفظك ونجيك، وخونا محمد من الصويره تحياتي ليك، وخونا صلاح الله يرحم لكم الوالدين، والبطل عبد الناصر ناصر الدويله من دولة الكويت، خونا وحيد وخونا عبدو طنطان، وواحد القضيه خونا مصطفى الاس والابطال كاع اللي كيبغيونا الله يرحم لهم الوالدين. غير واحد القضيه بالنسبه لخوت الحمامه، الحمامه اللي كنا ديجا بينا لكم في واحد الفيديو طايحه عند ايوب في مدينة شو سميتها هذيك المدينة؟ اسفي. اجي ندخلوا لداخل باش يهبطوا دوك الحمام في خاطرهم. دخل 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 اجي اجي بنيتي هنا اجي. دخل 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 هما جايين هما جايين هما جايين هما جايين هما جايين هما جايين هبط 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 ما هبطوش. كيف قلنا الخوت هذيك الحميمة اللي قلنا طيحة ذكر باك بحال باك صفار بحال باك قهوي راه طيح عند ايوب فاسفي، ودرنا الفيديو ديالو لحوال لي الفيديو قال لي نشرو، ونشرتو عندي في القناه ولحتو، وسبحان الله العظيم وتعرفوا عليه مواليه الخوت راه تصاب ديال مدينه طنطان ديال مواليه ديال مدينه طنطان هذاك الذكر.
والحمد لله. غدا ان شاء الله اولا بعدو غادي نوافيكم بالفيديوهات بان راه توصل بمولاه الاخ ايوب الله يرحم ليه الوالدين والله يرحم ليه الوالدين بصح الله يرحم ليه الوالد ديالو واللي توفى ليه الله يرحمه الله يرحم جميع الوالدين ديالنا كاملين الله يرحمهم. هذا ما كان جميع اموات المسلمين. راه شنو دار الخوت؟ شوف شنبور يخرج. شوف 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 البساله والله تخرج الخوت. راه واش نبور من دوك الصغيورين؟ شوف من السما من الكولوار نيشا للسقف الفوق ما هبطش كاع فوق الطبله ديال الكونستاتور ديال هذاك. راه هو خرج طار بوحدو. ما علينا كيف قلنا الخوت باش ما نطولش عليكم. راه صيفطو في الكار من اسفي صيفطو لطنطان الاخ ايوب ديال اسفي الله يرحم ليه الوالدين على هذه البديره. وباقي عنده الذكر ديالي ان شاء الله. الذكر ديالي راه غادي يجيبوا ليا. شوف شوف الشنبور فين مشى ليا. تلقي فهمتي دغيا. شوف راه شتو الخوت راه شنيبر فوق المكتب. شنيبر الصغيور اللي خرج لي راه هو فوق المكتب. هبط هنا لتحت. كيف قلنا الخوت الله يرحم لكم الوالدين وتحياتي لكم ونتمنى نتلاقاو في شي ساعه زوينه. ودابا نوافيكم بالفيديوهات. راه كيف قلنا راه صيفط الذكر صيفطو في الكار لمدينه طنطان عند موالي الموالي ديال طنطان. تحيه للموالي ديال طنطان. وكيف قالوا لي راه الاجواء عندهم الضبابه الخوت تما كالي يكون في علم الناس اللي باغا تطلق طنطان بان طنطان راه كيقول لك الضبابه النهار كامل كاينه فيه الضبابه الضباب والسحب المنخفضه. وفري داكشي اللي قالوا الفيدراليه راه عندهم الحق فهمتي. راه هاد الاجواء راه كارثيه راه الحمام ما غاديش يجي منها الخوت. يعني ترياتو هذا ما كان. يلا تحياتي لكم ونتمنى نتلاقاو في ساعه مزيانه. وغدا ان شاء الله راني معكم باذن الله فيديو اخر باذن الله. وحنا راه غير مولعين الخوت كيف كنقولوا ديما حنا غير غادي مولعين. يلا تحياتي لكم والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته. شكرا على المشاهدة ولا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك بالقناة.